يا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحياة فصول اليوم رح نتكلم عن العطاء العطاء شيء جميل جدا العطاء يساعدنا نعيش حياتنا براحة وامتنان حق كل الناس اللي دار مدارنا حبيت بهذه الحلقة أشارككم عن قصص حلوة عن العطاء تابعونا عشان تعرفون قصص العطاء الكثير من الناس يفكرون شنو جدوى وجودنا في الحياه اذا احنا ما قاعد نعطي اذا احنا ما قاعد نساعد الغير تلاقيهم يحبون لاخر يوم في حياتهم يعطون ويساعدون كل اللي دار مدارهم وهذا العطاء يحسسهم بالقيمه يحسسهم بالقوه ولما يشوفون الاشخاص اللي عطوهم سواء عطاء فكري او عاطفي او مادي أه يشوفون انعكاسه عليهم يحسون انه شيء جميل ويخليهم يكملون الحياه ويبون يعطون زياده وزياده، حلو ان كلنا نفكر شنو العطاء اللي احنا قاعد نعطيه حق اللي دار مدارنا، شنو العطاء اللي قاعد نعطيه حق مجتمعنا، شنو نوع العطاء اللي انا اقدر اعطيه حق بلدي اقدر اعطيه حق اسرتي كلنا عندنا قوه وكلنا عندنا هديه الله سبحانه وتعالى عطانا اياها اللي هي نقطه من نقاط القوه عندنا نقدر نعطيها حق الاخرين نعطيهم اياها بسهوله وبراحه وبسعاده لان ما تكلفنا ولا شيء هي نقطة من نقاط القوة عندي، راح أقول لكم القصة عشان تعرفون معاي شنو هي نقاط القوة اللي عندكم اللي ممكن بكل سهولة تعطونها حق اللي دار مداركم. في واحد اسمه ميخائيل. يقول: "طول عمري أفكر بالعطاء" وشلون اكون انا انسان مفيد بالمجتمع، وشلون اغير مجتمعي للافضل، وشلون لما اترك الحياه يكون عندي بصمه وعندي فائده ليه الحين الناس قاعدين يستفيدون منها. يقول كنت افكر دائما شنو نقاط القوه اللي انا عندي اياها وشنو الاشياء اللي انا ممكن اشاركها المجتمع واشاركها اسرتي. يقول انا ادري عن نفسي من عمر صغير ان انا انسان صوتي صوت قوي وجهور، فهذا الصوت ممكن اني انا استخدمه في اشياء وايد تساعد الناس في الحياه. يقول عقب ما توفت زوجتي في مرض السرطان وكنت وايد متالم على فراقها، كتبت ابيات شعريه جميله ورحت وسجلت هذه الابيات وغنيتهم. ولقيت ان هذه الابيات وهذه الاغاني لقت رواج كبير بالمجتمع، فقلت هذا شيء انا اقدر لاخر يوم في حياتي اشارك الناس فيه. يقول قعدت ابحث وابحث بعد وين اقدر اساعد بصوتي الناس بشيء مفيد. يقول صار عمري 78 سنه. وقعدت افكر هل انا كبرت على العطاء؟ هل انا كبرت اني انا اعطي الناس شيء مفيد يذكروني اياه بعد الممات؟ هل انا اقدر ما زلت في هذا العمر المتقدم اعطي الناس واساعدهم وافيدهم ولا انا وصلت حق مرحله عمريه كبيره ووصلت لسن كبير وما اقدر. يقول قريت اعلان عن شركه تسجل قصص للاطفال. قصص صوتيه للاطفال يقول رحت وسووا لي اختبار حق صوتي وقالوا لي صوتك جميل جدا وصوتك قوي وجهور ويصلح انك تسجل في قصص للاطفال يقول سويت أكثر من سلسلة قصصية كاملة للأطفال والأطفال فعلا استجابوا مع القصص واستفادوا منهم وأنا كنت سعيد جدا عقب ما سجلت هذه القصص حسيت بسعادة يعني تغمرني لأن أنا ساعدت الكبار وساعدت الصغار وان حتى الاطفال باكر لما يكبرون ويعرفون انا منو راح يكونون سعيدين وراح يكونون ممتنين. قعد يشرح عن عطاءاته والاشياء اللي هو قدر في سيرة حياته كلها يعطيهم حق الناس في نهاية القصة تفاجأت أنه هو كاتب لكن أنتوا راح تنصدمون أن أنا ما قلت لكم بالبداية أنا منو وقلت لكم بس أني أنا ميخائيل أنا ميخائيل رجل مشهور وفي ناس وايد يعرفوني لاني انا ميخائيل غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ولما طلعت من رئاسه الاتحاد السوفيتي كملت في مشاركات مجتمعيه مثل اللي انا توني ذكرت لكم اياها فكانت الصراحه القصه وايد حلوه وجميله ومؤثره ان الانسان يقدر يستمر في العطاء طول حياته مهما تقدم في العمر ولازم تكون احد اهدافنا العطاء، لان اشوف هذه الايام للاسف في بعض الحالات منتشره الانانيه، الناس تفكر شلون اخذ، شلون اخذ، شلون استفيد من الاشخاص اللي دار مداري، شلون استفيد من بلدي، شلون استفيد من المشروع، شلون استفيد من عملي، بس ما تفكر انا شلون افيدهم. انا شلون اعطيهم؟ الاحظ الاجيال السابقه كان اهم شيء عندهم العطاء، حتى ساعات عطاء بدون مقابل، يبون نهضه البلد، يبون نهضه المجتمع، يبون تطوير الامم، يبون تطوير الاسر، في تضحيات، في عطاء، في جمال. الحين مع سرعه الحياه الناس صاروا لا، احنا ما نقدر نعطي، احنا تعبانين، آه انا ما اقدر اغير كل شيء بروحي، لا. دائما خلي يكون عندك واحد من اهدافك الساميه والرئيسيه بالحياه انك تكون انت شخص معطاء وان تفكر شنو هي رسالتك في هذا العالم شنو رسالتك في هذه الاسره شنو رسالتك في بلدك وشلون تقدر تعطي مثل ما شفنا ميخائيل غورباتشوف عطى في ابسط الاشياء ان صوته كان قوي وساعد الناس بالسلسله القصصيه وبالاغاني اللي غناهم على زوجته يعني سوى بهجة وسرور للناس وعطاهم فائدة عن طريق القصص وحتى وهو متقدم بالعمر وما اكتفى ولا قال بما أن أنا كنت رئيس الاتحاد السوفيتي فهذا يكفيني وما يحتاج أني أنا أطور من نفسي أو أعطي الناس خلاص أنا كرئيس عطيت لبلد كاملة ولبلدان أخرى والحين ما بيعطي بالعكس ظل عنده سمو روحاني، عنده حب العطاء وظل يعطي كل اللي دار مداره، وأنا أدري وايد ناس قاعد يسمعوني الحين يقولون حتى احنا عطينا واحنا ساعدنا واحنا رحنا، بس من حلقتنا اليوم نذكركم أن العطاء شيء وايد جميل والعطاء يرتقي بالمجتمعات ويطورها إلى الأفضل. وفي نهاية حلقتنا الكرت التحفيزي يقول لنا اليوم ابتسامة جرب اليوم أن تبتسم بشكل واضح لكل شخص تقابله يعني أي شخص يمر عليك ابتسم له ابتسامة واضحة مو سريعة سوف تشعر بشعور الابتسامة راقب ردود فعل الناس الأقلب سيصله شعور إيجابي منك حاولوا تكونوا مبتسمين مع الناس والابتسامة صدقة وتعطيكم أنتو كمان شعور إيجابي